ولا أخفيكم سرا، من أصعب اللحظات اللي ممكن الواحد يطلع فيها هو. في المجمل المنتخب المصري رجالة، الشوط الثاني أفضل بكتير من الشوط الأول، ده في الإجمالي. إنما ضربات الجزاء الترجيحية أنا وحضراتكم كلنا نسأل ليه؟ ليه ضيعنا الهدايا؟ يعني أول بنالتيين ضيعوهم، يلا بقى يلا بقى، بس في الآخر هي ضربات الجزاء كده، يا صابت يا خابت. صلاح ضيع، زيزو ضيع، والله كتير ضيع، كريستيانو رونالدو ضيع قبل كده، وميسي ضيع قبل كده، بتحصل بتحصل. نلوم ما نلومش، ما اعتقدش. في الاخر هي الماتش صعب، بس في بعض الحاجات اللي ساعات بسمعها انا ما بقدرش ابلعها، اللي هي اصل المباراه صعبه والضغط. ما يا جماعه، ما دول لعيبه كره قدم وينهم دوليين، عادي، لازم نتعود نتعامل مع الظروف دي، ولازم نطلع بالدروس المستفاده. ما نقدرش نكون قاسيين على منتخبنا الوطني، لان بصراحه مباراه ملحميه ملحميه، بس في دروس مستفاده. هتقولي هنعمل بيها يا عم رامي؟ لا، لازم، هي الحياه كده، انك بتاخد خطوه، ممكن الخطوه وانت بتاخدها تنجح وتكمل، وممكن تتكعبل. لما تيجي تتكعبل لازم تشوف انا اتكعبلت ليه، اقوم واقف ازاي تاني عشان اجري وابقى احسن وابقى اقوى. انا بصبر نفسي وحضراتكم والله، بس حزين، اكيد حزين، لانه حسيت اول ما بدات ضربات المعاناه الترجيحيه اللي فيها ضربات القلب بتتوقف انها بتقرب مننا، انها جايه، ولكن قدر الله وما شاء فعل.